يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما أداة حصر، أي التوبة التي يقبلها الله أو التي أوجب الله على نفسه قبولها هي توبة الذي يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب. وهنا التوبة على الله أي واجب على الله سبحانه وتعالى، أوجبه على نفسه، ولا أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى لكمال عزته سبحانه وتعالى، وإنما ربنا تبارك وتعالى لكمال كرمه وفضله ومنه سبحانه وتعالى أحيانا يوجب على نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتدرون ما حق الله على العبيد أو على العباد؟ قالوا: ما حق الله؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: تدرون ما حق العباد على الله؟ قال: وما حق العباد على الله؟ قال: أن يدخلهم الجنة. فهذا حق أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى. ومثل قوله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هو حرم على نفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد يحرم على الله ولا يحلل على الله ولا يوجب على الله، وإنما الله جل وعلا بمنه وكرمه يوجب على نفسه ويحرم على نفسه إكراما لعباده جل في علا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، السوء المعصية بجهالة. ما في معصية يفعلها الإنسان إلا بجهالة، وإلا العاقل لا يعصي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سعد بن بلال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لو أن كل إنسان قبل أن يعصي الله جل وعلا نظر إلى عظمة من يعصي لم يعصي أحد الله جل وعلا. الذين يعملون السوء بجهالة، الجهالة هنا ليست الجهالة التي ضد العلم، يعني عالم وإنسان جاهل، لا، لأن الجاهل أصلا لا يؤاخذ، الجاهل لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا المخطئ هو الجاهل، الجاهل لا يؤاخذ. وإنما الذي يؤاخذ هو العالم الذي يعلم الخطأ من الصواب. وإنما الجهالة هنا بمعنى السفه التي هي ضد العقل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هنا الجهالة المقصودة، ومنها قول الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي نجهل متعمدين. وهذا هنا المقصود، هو الذين يعملون السوء بجهالة أي متعمدين، ولكن جهالة أي خطأ، وجهالة بعظمة الله، جهالة بسوء يعني ما فعل، جهالة بما رتب على نفسه من العقاب، جهالة بما ضيع على نفسه من الثواب، هذه كلها جهالة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هؤلاء يقبل الله توبتهم إذا تابوا من قريب. ما معنى من قريب؟ قال أهل العلم: من قريب أي من قريب الذنب، يعني من يذنب ينتبه، أبد من يذنب راحت السكرة جت الفكرة على طول، من يذنب يستغفر الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه الفترة غاب عنه الإيمان فوقع في المعصية، مجرد أن يقلع عن المعصية أو تنتهي المعصية تذهب نشوتها، يرجع العقل فيتوب ويندم ويحزن. قالوا يتوبون من، وقال أكثر أهل العلم: يتوبون من قريب أي قبل الموت. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما أخرجه الترمذي، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالقريب إذن أي في الحياة قبل الموت. ولما كان موت الإنسان غيبا، كلنا احتمال أحدنا يموت هذه الليلة، فهو قريب إذن. وحتى لو عاش ما عاش في هذه الدنيا فهي قصيرة، إذ يقول أمثلهم: طريقة إلا بثم إلا عشرة. قصيرة، مهما طالت هذه الدنيا هي قصيرة، فقريب. ثم يتوبون من قريب أي يبادرون إلى التوبة. ومن هذا قال أهل العلم: إن تأخير التوبة ذنب، يعني إذا أذنب الإنسان ذنبا الآن ثم تاب الساعة العاشرة ليلا، نقول الذنب الأول هي المعصية التي فعلت، والذنب الثاني معصية تأخير التوبة. تأخير التوبة في حد ذاته معصية أخرى. فالإنسان يتوب من قريب أي مباشرة بعد فعله للمعصية، لئلا تترتب عليه معصية أخرى وهي معصية تأخير التوبة. ولذلك الإنسان إذا تاب إلى الله يقول: اللهم إني أستغفرك من ذنبي كله دقه وجله، فيعم بالتوبة، لأن هناك ذنوب لا ننتبه لها، منها تأخير التوبة. وتوبة العبد بين توبتين من الله: أول شيء يتوب الله عليك بأن يهديك إلى التوبة، ثم تتوب، ثم يتوب عليك بقبول هذه التوبة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
أول شيء تاب ليتوبوا، أي هداهم للتوبة، ثم تابوا ثم قبل منهم التوبة سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قال فأولئك يتوب الله عليهم، أي من كان حاله كذلك فعمل السوء وهي المعصية ثم تاب إلى الله من قريب، أي قبل الغرغرة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قبل أن يذهب وقت التوبة، لأن إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإذا طلعت الشمس من مغربها كذلك لا تقبل توبة العبد. يقول ربنا تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قبل طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها تاب الجميع، لكن لا تقبل التوبة، خلاص انتهى. والتوبة جعل الله لها حدا، جعل لها وقتا سبحانه وتعالى، بعد ذلك لا يقبل توبة أحد جل في علاه. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليم بمن فعل السوء بجهالة، عليم بمن تاب إليه وكان صادقا في توبته، حكيم في قبول هذه التوبة سبحانه وتعالى.